السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين تقرير وين بالماضي في ورطة، بلايلي وسليماني يتسببان في أزمة حادة بالمنتخب الوطني الجزائري. الامور نورمالمون هما وين هذا المدرب، نورمالمون هما يساعدوا المدرب، نورمالمون نتوما تساعدوا المدرب، نتا سليماني وانت بلايلي نورمالمون تساعدوا المدرب. خاطر علاه سليماني يدير حسابك بلي هذا المدرب نهار اللي جابك مليونين ميت كامل، ساي سي بون سليماني ينجم يروح يلعب في لاشين، كمل بسليماني. بلايلي تفكر روحك وكيفاش جبتك، نورمالمون تشوفوا لهذا المدرب. انا مالغري رانا ننتقد فيه كلش، بصح لازم واحد يكون راجل اللي يدير فيك الخير، ما تبقاش تنساه. هادو زوج دار فيكم الخير كبير، مش نتوما ديروا له مشاكل، نتوما ساعدوه، نورمالمون تساعدوه. هو يستاهل، هو يستاهل. هو مشى يعني مشى بوذنيه، ما مشاش يشوف قدامه بعينيه، هو يستاهل. شوف اليوم وين وصلت، هذه هي. وكشف التقرير موقع إخباري وين تزايد حجم دائرة الخلاف بين لاعبي المنتخب الوطني الجزائري يوسف بلايلي ومواطني إسلام سليماني. وبحسب بعض المصادر، نقولوا مصادر، فإن تضاعف حجم خلاف بين نجميه يعني يوسف بلايلي وزميله إسلام سليماني داخل المنتخب الوطني الجزائري تأكدت حقيقتها في مباراة الجزائر والمالي وديا. المهم دروك راك تشوف وين وصلت، يعني تشوف انت اللاعب يلعب مع لاعب ما يباسي له. شاهدنا واحد اللقطه يعني لو كان بلايلي عطاها لسليماني، سليماني يمكن عاد خرج فيه زوج كان ايه جولز قادر ما كانش يماركيهم يمكن. وين شاهدنا وين كي يسموها راح تيريها ما عطاها لا شيء، رغم ان انا نشوف نقول لكم كلمه هذو اللعابه ونقول هذا بالماضي الغلطه فيك انت، واش راه صاري انت، انا نحمل كلش المسؤوليه. لماذا؟ انا نقول لك لماذا. بعد الاقصاء شفت الشعب كان مازال معك، الشعب زعما قال لك يا ودي هذوك المهيشرين وما هي كوجات في الحقيقه. انت نورمالمون في الكوب دافريك نورمالمون تروح في الكوب في التبهديله تاع الكوب دافريك نورمالمون الى اللقاء تربحوا صحيتو، نورمالمون كيما هكا في الانطلاقه تربحوا. بصح انت يا سي بالماضي قعدت صح قعدت اليميني كالكوب دي موند في طول تروح تبدا تخدم وتروح، وليت خرجت قعدنا نقارعوا كاش حاجه جديده. خرجت انت شنو قلت لنا سبعه خوانا يا ودي، برك ما سبعه خوانا، انت تحس في سبعه خوانا وتوش مع السيدهاش، انت سبعه خوانا عسيت تشوفهم سبعه خوانا اللي قلت لنا عليها قرعه ريحه شفتها والتوش. فما نورمالمون تاكل روحك على التوش، ما تهربلكش. خاص كون نبداو كون نديرو لك التقييم تاعك ويجو تقنيين حقيقيين يتكلموا في الضربه تاع التوش يخرجوا لك ربعين خاطئ نقاط سوداء. الا ما على بالك شيء تروح كو يحيى كريف يقول لك انت، يقول لك انت توا تي ما فوت، يقول لك توا تي ما فوت ما التالي كاع صح لا. وبعد دخولهما يعني بديلين في الشوط الثاني من المباراة المالي، أكدت أحد اللقطات التي قام بها بلايلي بامتناعه تمرير لسليماني اتساع دائرة الخلاف بينهما، والذي رجحت وسائل إعلام عديدة وقوعها شهر سبتمبر الماضي. يعني المدرب هذا يقول لك يخافوا منا على حساب الناس اللي تعرف، يقول انا على بالي بلي معلومات صايب. انا غير نزيد نقول لكم كلمه واحده برك، انتوما اتهمتوا احساس وليتوا تضحكوا عليه. هي المدرب هربت له في التدريب وهربت له في المجموعه في التحكم في المجموعه، هربوا له زوج صوالح راحوا له. بصح انا غادي نزيد نقول لك انت نمشوا عليكم انتوما، نمشوا كيما يقول لكم ذاك الغايطه يدير لكم والله اجو، نمشوا نقول لك كيما الغايطه غيبا نقول لك هذا المدرب ما ينجمش. اي روحت سلم عليه، كنا مينيم كنا كادي كنا جينيور كنا سينيور، يصراو مشاكل في ليكيب هكا بنادم
كانوا يصراونا مشاكل، دابز مع واحد في ليكيب تاعك، دابز ما يعجبك انت ضيعتها ولا انت منها نقارينو بيناتنا. من بعد لي زونترينمون يقلبك اونترين يكون كبير تحسن منه، يقلب لك جوال يصالح بيناتكم هي وصعيك، هي كلشي انت يكمل. خاطش على غادي تدمر معاه عام؟ دروك انت مدرب، الا ما تعيطش ما ديرش الجاه، انت راك مدرب ما دير الجاه بين سليماني وبين بلايلي، غادي تقعد كيما هاك، غادي تولي مجموعة من انتايا المجموعة تاعك سليماني بلايلي بن سبعيني عطان بدران محرز، قلت لك محرز لا محرز خطير، يعني كاين واحد اللعابة يعني هذوك كاع مجموعة تاعك. بصح لا، لازم تعرف كيفاش تمشي. وين شاهدنا لم يمرر، يعني وين نقولوا لم يمرر مهاجم نادي اجاكسيو الفرنسي الكرة لزميله السابق في نادي بريست، وسدد الكرة ارتطمت بأحد اللاعبين كتيبة النصور المالية، يعني ليفوت فرصة سابحة لتسجيل هدف لصالح المنتخب الوطني الجزائري. وأشار الموقع يعني السابق أن إلى إبداء الهدف التاريخي لكتيبة الخط، غضبه الشديد من تلك اللقطة يعني بسبب رفض بلايلي تمرير الكرة له وهو على بعد حوالي 20 متر من المرمى المنافس. ما كاش غادي يمركيها كويتي تهلا، والله ما كان غادي يمركيها كاع. ويتحتم على الناخب الوطني الجزائري إيجاد حل سريع للخلاف الموجود بين اللاعبين القطرة الأمامية لكتيبة محاربي الصحراء لإخبات دخان أزمة انشقاق وتكتلات بين اللاعبين قد تحدث في المنتخب. يا ودي رأيك كاينة في المنتخب، بصح هذا صوالح خاطش علاه مدرب كان يعيط ل 11 وصايك هذوك السبعة اللي كان يزيدهم على الله لا غير زيادة مساكين كان يجيبهم، كانوا عنده ثلاثة يبدلهم وصايك. بصح عاد تشوف كي ما كاش المنافسة وكل تصارم كاع تصارم على مكتب واحد، يعني غادي تصيب حلول سريعة. بصح اليوم لازم انت تحذر، خاطش الامور اللي صراو في الكوب دافريك اللي فاتوا امور مشتركة، كاين ناس مشتركين في التبهديلة، كاين بزاف صوالح، كاين بزاف امور. أكتشوف وذكر موقع ذاته بما كشفته وسائل إعلام عديدة من بداية يعني شهر أكتوبر الماضي، والتي قالت بتعرض إسلام سليماني للهجوم انتقادات حادة من طرف المحيط المواطني يوسف بليلي. ووفق لتسريبات تلك المصادر فإن محيط بليلي اتهم سليماني في تسبب مباشر للرحيل ابن مدينة وهران عن نادي بريست أواخر شهر سبتمبر، في الوقت يعني كانت تبدو فيه العلاقة بينه وبين المدرب والإدارة عادية جدا. يا ودي شو أروح نقول لكم، هذه تاع إسلام سليماني، والله لو تلكم الصح، هذه تاع إسلام سليماني مع بلايلي كانوا مكملين معاه لناف أوت، وأنا نعقل لناف أوت قلت لكم يا ودي سليماني صايق غادي يكملوه، غادي صايق يكملوا معاه. بصح ما يعني اكتب وقضى بلايلي وقت قصير رفقة مواطني سليماني في نادي بريست، حيث التحق الهداف يعني المنتخب الوطني بنادي بريست الفرنسي في 25 أوت، أي قبل شهر و 17 يوم من رحيل يعني يوسف من كتيبة القراصنة. دروك نقول لكم هو جا 25 أوت، هما لو ناف أوت كانوا مكملين مع بلايلي، كانوا مكملين معاه، لازم عاد كيف حصلوا قالك. وبعد يقول لك بلايلي يعني الاستقرار تاعو بسبب العائله تاعو وبريست ما عاوناتهش، هيا راح هذه هي. بصح دروك نبقاو حنايا نبقاو دروك منتخب وطني يضيع بين زوج لعابه؟ لا لا سبحان الله، انا نبغي ليكيب ناسيونال منتخب وطني ما نقبلوش يضيع بين زوج لعابه راهم منتهيين الصلاحيه تاعهم، ما راهم يقدموا والو، ما راهم يديروا والو. واو لا لازم بنادم يهضر الهضره، لازم نهضروا الهضره، هذه هي. نبقاو كيما هكا غادي ما نديروا والو، غادي نقعدوا غير نبريكولو في بلاصتنا، على بالك بلي غادي نقعدوا نبريكولو برك. يا الله دبروا يساركم ما ايه.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا. صحيتو خوتي.